سعداء بالحضور في مهرجان ديال مونداغيغ في الدوره الاولى ديالو. لنا الشرف اننا نكونوا مجموعه بومبا كوميك بطبيعه الحال في اطار الجوله ديالها. تحيه للمنظمين، تحيه للناس الساهرين على انجاح هذا الفيستيفال. ماشي سياسيين بالضروره، مي برنامج سكيزوفرين كنحاولوا اننا نعاودوا نردوه بطريقه برو، بطريقه فورخه كما كنقولوا، بروفيسيون على جميع يعني المستويات، وماشي بالضروره طبيعه الحال السياسيين. كنقولوها دائما، اللي طاح في المقله غادي تقلى بالسخريه بالكوميديا. هذا هو الجديد اللي غيكون ان شاء الله. كاين فيلم قصير غيكون قريبا ان شاء الله، وكاين جوله اللي غتكون ديال البومبا كوميك خارج ارض الوطن، وعروض جديده ان شاء الله نبداو بها الموسم الجاي ان شاء الله. مازال ما عرفناش الدول اللي غادي نمشيو لهم بطبيعه الحال. كاينين غيكون عندنا ان شاء الله ست العروض، الوجهه باقي ما محددهاش، مي كنظن واقيلا اوروبا، كنظن اوروبا ان شاء الله، الجاليه المغربيه في اوروبا. فتح الحدود احنا قلناها بطبيعه الحال، ما هي مره ما هي جوج، فهذه حدود وهميه، وكنتمنى من السلطات الجزائريه يهديهم الله، لان الشعوب بطبيعه الحال متحابين مع بعضياتهم، والدليل هو كاس افريقيا الاخير. فكنتمنى ان المسؤولين في الجزائر يفهموا هذه المساله. الدعوه ديجا جات من عندنا، ما هي مره ما هي جوج، جات من عند صاحب جلاله ملك المغرب بطبيعه الحال. والحدود راه وهميه، خاصه تحيد، حيت كنقولوها دائما خاوه خاوه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.